أنا المساعد المجند فاطر أحمد محمد من مرتبات المخابرات الجوية فرع المنطقة الجنوبية. بخدم عند العميد عبد السلام رحمود رئيس فرع المنطقة الجنوبية. ما مطلوبونه؟ نحن نهار الجمعة تكلفنا بمهمة بسقبة وكفر بطنة. طلعنا كالعادة نهار الجمعة الظهريات على كفر بطنة وجسرين وسقبة. كنا بأثناء جولي عم نساوي نحن المخابرات وعناصر الفرقة الرابعة عم نساوي جولي بكفر بطنة وجسرين. كان في مظاهرة سلمية. اقتلنا من المظاهرة السلمية 4 أشخاص بين طفل وامرأة أو رجل. ولما كنا نحن داخلين باتجاه سقبة تعرضنا لإطلاق نار كثيف. منين إجا إطلاق النار ما عرفنا. بهالأثناء أنا تصوبت بقدم اليمنى وشفنا وناس كتير هربوا من عنا من نحن الأمن هربوا كتير. كانوا من الفرقة ولا من المخابرات وفي ناس ماتت وفي ناس انصابت. أنا انصبت بقدم اليمنى وشفنا عالم غريب ما بعرفه قالوا لي نحن كتيبة عبية أبو عبيدة بن الجراح يلي بده يجي لعنا يجي. أنا ما كان فيني أمشي على رجلي وأسروني وهلا أنا موجود عندهم. شو عقوم أعمار الحواجز؟ نحن بنطلع على الحواجز نطلع نحن والفرقة الرابعة على الحواجز بالمناطق كلها اللي عم نطلع عليها. بناخذ الموتيرات المهرب وغير المهرب كل شيء موتير بنشوفه بناخذه. واحد ما عجبنا كمان بناخذه. شو عم تعملوا من النساء اللي عم تقتلوهم؟ النساء في نساء قاعد بيجوا لعنا على الفرع عم بيجيبوهم لعنا على الفرع عم بيغتصبوهم. بيطلعوا لعند رئيس فرع الفرع بيغتصبوهم. والتوجيه اللي عم يكون هون الضابط الساعة 7 بالاجتماع الصباح نهار جمعة قبل ما نروح على المهمة بيجتمع فينا العميد عبد السلام رحمه بقلنا بتقوصوا المتظاهرين بتقتلوا كل مظاهرة 4-5 بحيث تخلوا العالم كلها تتربى عشان ما حدا بقى يطلع. المعتقلين من المخابرات الجوية شو عم تسوي؟ المعتقلين بنجيبوا لنا على المخابرات الجوية من لما نمسكهم لحتى نجيبهم بضلوا ياكلوا قتل. وبعدين نحن بننزلوا لتحت على التحقيق كمان بنقتلهم وفي عالم كثير عم تتوفى هنيك. من عم ينشر الطرفين؟ نعم من عم ينشر الطرفين؟ من عم يقتل؟ من عم ينشر العقد الطائفي؟ من عم ينشر العقد الطائفي؟ نحن وقت عم نطلع نحن الدولة هي اللي عم تنشر العقد الطائفي بين الشعب. شو بتنصح زملائك اللي يجيش؟ بنصح زملائي انه ما حدا يرفع السلاح بوش اخوه السوري لانه كلياتنا اولاد هالبلد وعايشين بهالبلد. وانت متندم لانك رفعت سلاح؟ انا متندم ايه طبعا متندم لاني رفعت سلاح. بتمنى لو انه دياتي انقصوا ورفعت السلاح. شو اسم الضابط اللي اغتصب بنتي؟ نعم؟ شو اسم الضابط اللي اغتصب بنتي؟ الضابط رئيس الفرع الفني معين قاسم. منين جبتوا الهدين هذول؟ داهموا مطعم في منطقة أبو رمالي جابوا بنتين وجابوا شاب لعنا على الفرع فرع الفني في ساحة الأمويين. كل شيء عندك في شيء كان عندك تخبر زملائك؟ بنصح كل الأمن العالم ترجع لعقلها وترجع لرشدها وترجع لهدايتها ولا حدا يرفع السلاح كلاتنا أخوي ولاد بلد واحد. المكتب اللي في المزي المكتب الموجود بالمرزي مكتب تابع لرامي مخلوف بجمعية البستان الخيري بينتسبوا إلى عالم مدني بحس إنه بيطلقوا عليهم اسم الشبيحة بيطلعوا على المتظاهرات بيقتلوا المتظاهرين بياخذوا مصاري 5000 10000 قديش بياخذوا ما بعرف.